جيناكم يا أهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا شجار. كلمتين بتضلي هون يعني بتضلي هون؟ لك يا عمتي الله يرضى عليه، رويدة متجوزة ومن حقها تروح على بيتها. ايه بس يرجع جوزها ساعتها بنحكي عمتي. يوه اسمعوا على هالسما. عمتي انت بيهون عليك يضل عليا لحالها عم تخدم امها؟ ليش لتضل لحالها؟ هاي مرتك، روح جيبها من بيت اهلها. مرتي مالها مجبورة. ايوه معناتها هاي الفنجات صبحية. مرت عمي ما دخلها. ما دخلها؟ لك بقطع ايدي من شرشة اذا مو صبحية ورا هالقصة. عمتي الله يرضى عليكي، لا تجيبي سيرة مرت عمي بنوم. اسمع لقلك، اليوم رح خلي رويدة هون، لأنه ما في حدا يخدم أمك بهالليل. بكرة من الصبح بتروح بتجيب مرتك، لأنه أنا جاية بكرة المساء آخذ رويدة، وغصب عني عجبه واللي ما عجبه. ستي، من هون لبكرة فراج. وأنا هلأ عمك أبو وضاح ما رح دريب القصة. وش كان ديري يعني؟ وش كان ديري؟ رح يجي ياخدها وغصب عنك. ستي وش كان طلع له لا يقصر. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم. عمتي استحوا ما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مساء الخير حجي. أهلين الموضح، شو بلاقيك لحالك؟ ليش ما أجت رويدة معك؟ إما تعبانة شوي وضلت عندها. خير إن شاء الله، شو القصة؟ ما في شي. شلون يعني ما في شي؟ ليش أنا غشيم عنك؟ أم موضح صرنا عايشين مع بعضنا 30 سنة، من تطليعة واحدة بعرف إذا كنتي مبسوطة ولا زعلانة. موضح؟ خير؟ عم تبكي؟ رويدة؟
وضح في شيء ومخبي علي؟ ولا على قامتي؟ ليش بوضح؟ لا لا ما فيه شيء، بس شغلتي لي بالي. عبدو ابن أخي. عبدو خير إن شاء الله. شوفي قال ما بده يخليها لرويدة ترجع لعنا. شو؟ هيك ها فرجيها العين الحمراء. لك مرت عمي لك، الله وكيلك كنتي راح تمشي أرفن عن رقبتك. دخلك وجابت أغراضه؟ لك هلأ شو بدك بغراضه؟ بتجيبهم بعدين وفيها؟ لا بس بني لازم تجيبه كان ما تفكر بالرجعة لهني. طيب مرت عمي طيب ما بصير غير اللي بدك يا وحياتك عمي. يلا خاطرك. الله معكم. خاطرك يا منتعي لعنا. أكيد تقبريني بكرة من الصبح بجي وكل يوم رح تلاقيني عندك. يلا خاطرك. الله معكم. روحي معجوم. الله معكم. سلام. لسه ما شفتي شي يا رويدة خانم، وانت يا أم عبدو والله لموتك قبل أواني. ومرت المختار اللي رافعت لي زنيفتها هلأ إجا الوقت المناسب لأشفي غليلي منكم. ايه الله كبير. شرف أخي شرف. أهلين ذنوب. أهلين أخي. الحمد لله على سلامتك أخي. سلامك يا رب. يا بيت أهلين سهلين يا بديعة. حطي على راسك، هذا أخي ذنوب. يلا أخي يلا يلا يلا. شرف شرف. مساء الخير مرت أخي. أهلين الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. الله يرضى عليكم. الله يرضى عليكم. شو كيفك مرت أخي؟ والله الحمد لله لما شفتك صرت بخير. لك الله يسلمك يا رب. الله يخلي لي إياكي. عمي ليش ما لك لابس أواعي العسكر؟ إيه ما لحق أنا نلبسهم. عن حق ما لبسته؟ إيه والله يا أخي. بس ما وصلنا على زحلة وهنيك فرطت المسبحة وكل واحد راح لعند أهله. اللي بيجي من ربك يا محلا. لا إله إلا الله. ابن أخوك يا مضاح عم يمسكني من الإيد اللي بتوجعني. الله يرحمك يا أبو عبدو. صدق المثل اللي بيقول وردة بتخلف شوكة. قول الله يهديه بركة إن شاء الله بكرة بيغير رأيه. أنت شو عم تحكي يا مضاح؟ أنا هلأ بقدر روح وجيبها غصب عن راسهم، بس ما بدي الناس تقول انه ابو وضاح ما ترك كرامه لابو عبده الله يرحمه وصارت مقطع بولاده بعد ما مات ابوهن الله يرحمه. يا صباح الخيرات والليرات. شلونك رويدة؟ من الله منيحه. ايه الحمد لله. عليا يا عليا. شو بدك من عليا؟ عليا نايمة. بالله كان بدي تسخن لي شوية مي، حاكم بدي يتخسر انا واخوك ابو محجوب. ايه روحي سخني مي لحالك، عليا ما انا مجبورة اني اسخن لك. لكن مين المجبور يا بعدي؟ السلام عليكم. علي ابو عجاج. شلونك؟ علي عقيد. عود عقيد قرني. انت ما يا الله.
ولا يهمك، انا اليوم شوفه لاب محجوب بحكي معه، ان شاء الله ما بصير الا الخير. بس ما بدي يدرى اخي اني جيت لعند منك. لا تطمن ما راح يدرى. كتر خيرك عقيد. خير الله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك تقبريني؟ مشتاقة. عنا مرت عمي أم صفوان وزكية وسلمى. أيوة. وين قاعدة؟ فوق بغرفة رفيقة. تفضل. عبدو قاعد معهم؟ لا عبدو بالمشكل. ورشدي؟ طلع من الصبح ما بعرف ليش. وين عمتي؟ بيبعت الحمى عليكي. ليش عم تبكي؟ يو لك شو بك يا بهجة قلبي؟ فوتي فوتي فوتي. ليش ما نشعر؟ خير اخي شوفي، شايفك مالك على هالشيء. لا ما في شيء ما في شيء. يلا يلا علي العقيد. جري جري جري. سلام سلام علي العقيد. الحمد لله يا جماعه، هي صبرنا وقلنا. اي نعم، الدائم ربك. لا اله الا الله. معناتها يا سيدي لازم نشكل وفد من حارات الميدان كلياتها، ونروح نتكلم على الامير فيصل ونهنيه بالنصر. اي والله ضروري. شو رايك محتار؟ مختار؟ ها؟ عم بقول لازم نروح نسلم على الأمير فيصل. ايه لازم. ايه طبعا. مين عن مين؟ الشيخ وضاح ورجاله برا. شيخ وضاح هون؟ أهلا وسهلا. شوفوا شوفوا نسلم عليك. يا رب. يا حي الله يا حي الله الضيوف. يا حي الله يا حي الله. على والله هذاك شرفتك. اهلا وسهلا يا كمال. اهلا وسهلا. تفضل تفضل يا شيخ. تفضلوا الله يا تفضل تفضلوا 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 سهلا. هلا هلا هلا. تفضل تفضل. ابو وضاح الله يكون بعونه، ما له حمل هالقصاص. الزلمه فايد ابنه الوحيد وقلبه متلوع عليه. ركع اكيد نحن ما لنا اهلين شيء. يرجع ابنه وحيده وياخذها للبنت. لك انت بتعرف شو معناتها هالعملة اللي عملتها؟ شو معناتها؟ معناتها انك عم تفاول على ابنه انه ما رح يرجع، وطلعت هالبنت من عنده من البيت رح تهدله حيله هد. لك بدل ما نوقف معه بهالمحنة نجي نحن منزيد على قلبه. لو كان ابوك المرحوم لساته عايش بيرضى بهالحكي؟ الحرمة الليلة بدها تنام بيت جوزها. يا عقيد بس انا عيبك محجوب. هاي قصص حريم، واللي بيلحق قصص الحريم بيقلل من قيمته بايده. لك علي الحلال تحكي كلام اصلي ومدوزن ومعدل. بس يا عقيد انا امي الله يعافيكم ياها، والجماعه مانن مانعينها تروح تخدم امها. يومي ابو عجاج بيجي بياخذها لعنكم وبس تخلص بيرجعها. ايوه. ومين هذا ابو عجاج؟ رجدي. انت اسمك ابو عجاج؟ مين سماك هالاسم؟ وضاح الله يذكره بالخير ويرجعه بالسلامه هو اللي سماني ابو عجاج. ونعم الاسم والله. إيه كان يخبرنا ابو عجاج رجال وينشد في البار. يلا على اذنكم. هو معك عقيد بالسلامه. ابو حجوب مثل ما حكينا. إيه لك لك عم بيصير. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك عقيد. شو اخي شو ناوي تساوي؟ رح تخليها ترجع على بيتها؟ خليه يحكي مع عبده بركي بيحل لنا هالمشكلة. يو يا قتل إلهي ركبني العصبي ما عاد قدراني بدي فش خلقي. قولي مالك ولك عند تناوي لك دهرية والله ما اطلع لطبيع الدنيا عاد ماغي. اختي طولي بالك. قالي عالدي قالديبه مشان تروحي هلأ على البيت. خير شوفي. قال عمي أبو وضاح إجا الشيخ وضاح وجماعته جاي معهم نسوان. ايوه معناها الشيخة أم نمر جاية معهم. يلا لازم نروح. أنا عمتي أنا بدي روح معي. لا تقبريني اقصر الشر وخليكي هون. الله يرضى عليكي. بدي روح عونا. طيب معلش تقبريني هلا ببعت وردي بتجي بتعاوني. يلا عمتي عمتي أخي أب محجوب رضي إن رويدة تروح معك على بيتها. هو قال لك هالحكي؟ إيه عمتي إيه هو قال لي. لا تقبرني. يلا حبيبتي يلا لكاني بسي ومشينا. تكي عمتي تكي. قومي روحي معنا انتي الثانية كمان. والله جعبالي روح سلم على أمي مر لقيت بس ملايتي أنا الثانية. يلا عجلوا يلا.
يا ميت اهلين وسهلين بابن الغد، والله اشتقنا لك. تشتاق لك العافيه يا خيا. والله ما تروحون من بالي، دوما دوما افكر بيكم. اهلين وسهلين، حلت علينا البركه والله، اهلا وسهلا. بالمهله. ايه يا خيا، وش علومكم؟ ان شاء الله زينين. الحمد لله، حي الدنيا بخير، حي الدنيا بخير. ايه بالله، حي الدنيا بخير. هذه سلفتي ام فيصل، تعرفينها؟ يا شلون ما بعرفها؟ اهلا وسهلا فيكي فيها. الله يسلمك. اسم الله عليه اسم الله. هذا ابن نمر مو هيك؟ لا بالله يا خيا، هذا ولد ام فيصل. عن حقه؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله اللي الله جبر بخاطرك وطعمك يا بعد هالعمر. الحمد لله والشكر يا رب. اسم الله. اسم الله اسم الله ويخزي العين. اسم الله عليك اسم الله عليك. اسم الله اسم الله. يا مرت عمي، انت بتعرفي انه ضد عقلي الكذب واللف والدوران، ليش ما عم تصدقيني؟ هو قال انه انت وافقت انه رويدة ترجع لجوزها، ولكن اني هي سمعته. شو بدك تكذبني عينك عينك؟ حاشا لله، شو هالحكي يا مرت عمي؟ خلاص خليه وفيقه وروحوا لعنا على البيت، وانا هلا رح بشحطها من شعره شحط. وبركة ما خلوها تجي معها. ستي ساعتها لكل حادث حديث. عبده لنشوف. امشي يا مو امشي. خاطرك ابن عمي. الله معك يا امي. اب محجوب، انا رايح لعند عمك ابو وضاح، شوف ايش كان عاوز شيء. حاكم اجى لعنده ضيوف، الشيخ وضاح وشارب. ان شاء الله بتروح وما بترجع، ان شاء الله بتروح وما بترجع. لك انت مين اللي قال لك انه انا خليت رويدة ترجع لعند جوزها على البيت؟ انت. انا قلت لها؟ ايه انت قلت لي. قلت لك بدك تخلي رويدة تروح على بيت جوزها، قمت هزيت براسك. ولك الله لا يوفقك خربت بيتي، ولك اذا هزيت براسي بكون موافق انه رويدة ترجع على بيت جوزها. شو معرفني؟ انا هيك فكرت. الا بقى تفكر اخي الله يوفقك، بس عم تفكر عم تخرب بيتي انت. دير بالك على المشغل، انا رايح اجيبها. اخي والله مو وقتها هلا، بيت عمتك عندهم ضيوف يعني مو حلوة. رشدي طالعة معي لهون. ها؟ اسمع من وشي. الله يرحمك يا بي. وينك تجي تشوف ابنك شو عم يساوي هلا؟ يا حياكم الله. الله يخليك. الصحيح يا طويل العمر، حنا بغينا نشوفكم نتطمن عليكم، وعقبها نروح معيزكم للامير فيصل ونهنيه بالنصر. طول عمرك صاحب واجب يا ابو نمر. بالاذن نشوف مين بس. براحتك يا اخوي. خير شو في؟ عبده برا عاوزك. خليه يفوت. قلت له يفوت ما رضي، قال بده اياك ضروري. طيب هلا طلعنا يلا. يا جماعه الخير خذوا راحتكم تفضلوا، انا بالاذن شوي براجع. خذ راحتك معك يا اخوي، خذ راحتك. تفضلوا يا رب. اهلي يا خال، ليش واقف برا؟ تفضل لجوا. والله مستعجل شوي. خير؟ بدي اختي. اختك؟ ايه اختي. خير ان شاء الله. شو بدك فيها لاختك هلا؟ البيت مليان ضيوف وفي عنا حريم، اذا في شي ضروري قل لي وانا مخبرك. لا ما في شي ضروري، بس بدي اياها تروح معي على البيت. انو بيت؟ بيتنا. قلت لك انه اليوم هي مشغوله وفي عنا ضيوف. شوف لك خالي، هلا بس يروحوا ضيوفنا ببعث لك هي وعمتك. تأمر خال تأمر. ما يأمر عليك ظالم. عمي البنت اختي وبدي اياها تروح معي على البيت، بيت ابوها. شو كفرنا؟ عبدو بصير الشر، البنت قاعده ببيت جوزها مو ببيت حدا غريب. قلت لي جوزها، يا الله يرحم هذيك الايام، بس يرجع بصير جوزها. خلاص ولا شوفي مختار. ما بشي عقيد ما بشي، فوت لعند ضيوفك مختار. وما عليك يا بشو، ما عليك، ما استحيت. انا هلا انا ما استحيت. انت شو ضربك؟ لك انا ما حكيت معك، ما حكيتك بالقصه وانت وعدتني. اخي انا ما وعد حدا عقيد، الله يوفقك. ها ليك عبدو، اذا بتضل ميبس راسك تكسر لك. معلش عقيد، الله يوفقك للمره الثانيه. ها هي قصه عائليه وما بدنا حدا يتدخل فيها بنوب. هني كلمتين بده يكسر له بخاطره لابو وضاح، لسه ما خلق لو كان اخي عمر مو انت. يلا اضوي ونسى لي هالقصه من اصلها.
أيامه مشان الله، مشان الله إيمينا من سيرتها، إن رجعت ولا ستين عمرها ما ترجع لك تنقرد لي الله. اسم الله عليك شو بتفهمي؟ ولك طالعة ذكية لعمتي. وهات فضحك. الوالدة لازم ترجع لهون مشان نعرفها قيمتها. شو نسيتي شو عملت فينا بزماناتها؟ هلا قال الأوان. ما نسيت أمي، والله ما نسيت. بس بصراحة والله خايفة إنه عبده يطلع خلقه ويطلقني. لا تخافي، طول ما أنا شاددت له الحبل وماشي وراي ماشي، بس دقار برخي له الحبل. يعني هيك قولتك ما بيطلقني؟ لا ما بيطلقك. ماشي. شفتن بعيني ما حدا قال لي. وليه انت وياها كنتوا عم تضحكوا على مرت عمي؟ يو نحن كنا عم نضحك على عليا مو على امه، مو هيك سلمى؟ مو ها عم يضحكوا يعني مع عليا، صبايا عم يمزحوا مع بعضهم. هلا قل لي سهري شو صار معها؟ ما خلوها تجي معها؟ امشي يا مو امشي، بيت ابوكي او لا فيكي. مرت عمي لا تخربي بيت بنتك بإيدك. حاجة بقى صهري حاجة، نحن عطيناك حرمة مو خدامة لأمك وأخواتك. قال لا تخربي بيتها. ليش إلها بيت هي يا حسرة ليخري؟ امشي يا مو امشي. وفيقة شو بدك بوفيقة؟ ما دخلها وفيقة، بس ترجع المحروسة اختك نبقى منرجع لك ياها، وبيجوز ما نرجعها كل ساعة ولا ملايكتها. يعني ولا البنت؟ ايه سيدي ولا البنت. ايه شو عليه وفيقة؟ انت طالع. شو؟ لا عبدو لا عبدو الله يخليك. لا طلقت يا منصور. الله لا يوفقك. طولي بالك يا امي، طولي بالك، صبريني. لا تقولي ليش يا امي انا جوزها بيك ابن بيك. قولي انا امتي يا امي، امتي انا امتي. طولي بالك صبريني، تعي صبريني تعي. اللي بقع بالعسل اللي بدا قس الالهي عالدنيا. امتي لك شايفين الله شو عم يعمل فيكم من نجاتكم؟ لك الله كبير. هاتي البلد وليش هاتي بي على عينك يا امو. فينا نضحك عليها؟ اضحكوا. بيرجع وضاح بخير وسلامة بتجيبوا بدل الولد عشرة من دمك لبواب السماء. خلي أملك بالله كبير. لا إله إلا الله. عمتي هلأ عمتي أم لطفية رح تنام عند أمي؟ إيه لكان رح تضل تنام عندها لحتى يروحوا ضيوفنا. عمتي
مرت عمي وفيها بدهم يسلونا، انا وامي واخواتي. فشرت عينه. لك لك فكر ابنه. نعمي نعمي تقبريني تاي. نعمي. شو هالحكي؟ طلعها؟ ايه والله منظور. هذا ابن اخوك اللي نحن حاطينه على الرف، لك اكل فول ورجع للقصور. انت مبسوطة هلا؟ ضليتي تحوسي تحوسي لحتى طلعها. كان شو دخلني؟ هو اللي طلعها. هو اللي طلعها؟ ليش لحتى تطلعها ليش؟ هيك تبلي. تبلي ولا من على عيلك؟ ابو صفوان انا ماني ناقصتها. لك انت هلا ما رح تجوقي وتصيري مثل بقية الناس؟ ما رح تجوقي؟ بقية الناس يعني مين؟ اختك موضح؟ مين جاب سيرة اختي؟ بدي افهم. ابو صفوان اختك موضح هي سبب طلاق بنتك. ليش اختي شو دخلها؟ على بنا عبده راح لعنده يجيب اخته ويجي. ايه ورجع عندي فور فوران ودغري فات وطلعها. باينة اشكره باينة ابصر شو وزت له براسه. شو؟ بس الله كبير الله كبير. شوف شو عم بيساوي فيهم من عمايله. وحدة اترملت وانفلجت، والتانية راح ابنها وما رجع، والتالتة مات ابنها وفقدت جوزها. لك الله كبير. يا ويلو اللي ما بيخاف منه. يا ويلو. صبحية بكفي بقى بكفي. ان شاء الله بتوصلوا بالسلامة. الله يسلمك. ديروا بالكم على حالكم. تقعدون بالعافية. مع السلامة. الله معكم. هوني. الله يسلمك. الله والنبي يحفظكم. مع السلامة. الله يسلمك. تعالى بالله. إلا تشرفنا فيكم يا شيخ وضاح. بارك الله بك. يعني كان بودنا أنك تبوا عنا 4-5 أيام. ما قصرت يا أخوي، حنا هالزوم نردي مديرتنا. أخوي أبو وضاح. ترى أنا وصيت الأمير فيصل بيك وبأهل حارتك. وأنا احتجت من شيء. لا تردد، روح لك. خير خير ان شاء الله. وبيك انت ورجال العشيره تجونا على الربيع، تجونا بالديره ان شاء الله. يدي ان شاء الله ان شاء الله تعالى. الله معك. السلام عليكم. الله السلام. يلا يا الربع مشي يحرسكم. في امان الله. السلام عليكم. في امان الله. توصلوا بالسلامه. وضعكم في امان الله. مع السلامه. الله يحميكم. رويدا تقبريني هلا تجي هي وعمتها، عنده ضيوف. لان مين ضيوف؟ ضيوف يا ستي الشيخ وضاح وام نور. عمتي بكفوا هدول الرزات؟ هاتي لشوف. الله والبركه. لكن ياهم هلا نقيهم. معناتها انا رح روح اسلق الديك. ايه كثير منيح، خلينا نطبخ الرزات فيهم. ايه يلا تقبري. يلا. حاضر عمتي. شو عليك؟ تروح معك. واذا شفتيه تنح راسه وما بدي اخلي رويده ترجع معك، انا بروح براسي برجعها. حجي. اه. من بعد اذنك يعني عم قول لحالي نصير نخلي رويدة تنام عند امها بس لبين ما ترجع وفيقة. ايه شو عليه؟ اذا هي الى خاطر شو عليه؟ بس يا بي اذا نمتي عند امك ابقي تذكرينا. لا يا عمي انا بنسى روحي وما بنساك. انت مو بس عمي ابو جوزي، انت مقام ابي الله يرحمه. الله يرضى عليكي. بس تقبريني بس يا نور عيني بس. لك الله لا يوفقك يا صبحية. إلهي يبليكي بحمى ما تطلعي منها. ضليت ورا عبده ورا حرمته لحتى خربت بيته كله مشان ما تضل رويدة عنه. إيه والله يا بي قلي له لعبده إنه أنا رح أحكي له بموضوع حرمته، مالي نسيانه. يعني هو ولو قل الأدب معي بس كرامة لأبوه مو إله. الله يشبر بخاطرك وما يحرمنا منك إلهي. يلا عن إذنك. يلا خاطرك. الله معكم. الله معكم. شلونك عمي؟ الحمد لله عمي الحمد لله. عود عمي عود. ما قلت لي انت ليش مطلع له وفيقه؟ عمي الله يلعن الشيطان. لا اله الا الله. ما بيجوزك عمي ما بيجوز. ابغض الحلال عند الله الطلاق. يا عمي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ انا واقع بين نارين. ويلي اختي وعمتي ام وضاح من ناح، ويلي مرتي ومرت عمي ام صفوان من ناح تاني. علي الحلال ضعت ما عاد عرفت حالي وين. يعني ما طلقت كرام فيها؟ اعوذ بالله عمي اعوذ بالله. انا بحبها لوفيها ومتعلق فيها مثل ما بيتعلق البب بامه. خير ان شاء الله عمي خير. هلا بنبعث ورا الشيخ نزير رجع لك حرمتك على سنه الله ورسوله ان شاء الله.
انت شو عم تحكي؟ عبده ماله عنا حرمه، شو نسي حاله انه طلعها ورماها؟ شو هالحكي مرت عمي؟ شو هالحكي؟ انا بحبها لو فيها وما بستغني عنها بنو؟ لا استغني تقبرني استغني، انت مالك عنا حرمه اسمها وفيقه، هلا اللي عرفت قيمتها روح لعمتها صبحيه مدام طلعها ورماها، شو جاي تساوي عنا؟ مرت عمي انا ما جيت لعندكم من راسي، لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بيجي. عم نزلكم بعود ابو محجوب بعود بدي روح اتركني خلص هلا انت اترك لي هالموضوع كم يوم اكتاركو انا تاركو الموضوع ما عم بحكي فيه مثل ما قلت لكم لو ما بعت لي عمي ابو صفوان ما بحكي فيه بنو خاطركم سلام يا عمي الله معك ابو محجوب هلا انت بعت له انه يجي ايه يعني ما اجى من حاله لا وانت شلون بتبعت له خبر بدون ما تقول لي لانه هو يا ابن اخي وهي بنتي وبدي رجعهم لبعض على سنه الله ورسوله شو فيها هاي عيب ايه عيب وفيقه ما راح ترجع له الا ليساوي اللي طلبناه منه حسبي الله ونعم الوكيل وبركي ضل مطلقها وبطل يرجعها على عصمته لا لا تخاف عبده بيموت على وفيقه ما شفته كيف رح يبكي مثل الولد الصغير مشان ترجع له سلامة قلبك يا عمي والله ما بتستاهل السلام عليكم عليكم السلام تقبرني خير امي فيها شيء؟ لا تقبرني على حالك امي كيف صرت ان شاء الله احسن؟ الحمد لله ماشي حالك شو صار معك تقبرني؟ مرت عمي ما رضيت ترجعها يا الله يقصف عمره الهي عمتي لا تشغل بالك عمك ابو وضاح بده يحل لك المشكله ويرجع لك وفيها بتعرف عمك لما بيدخل المشكلة ما بيتركها لحتى يحلها عمي ابو وضاح بده يرجع وفيقه ايه عمتي ايه بس انت طول بالك بس شوي طول عمره كبير ومفضل على راسنا عمتي ان شاء الله لا تواخذوني انا غلطت بحقكم انت وعمي ابو وضاح بس والله مو بيدي لا يا تقبرني ليش نحن بنزعل منكم الله بيعلم غلاوتكم من غلاوة سميحة ووضاح الله يجيبهم بخير وسلامة امين يا رب الله يسمع منك جاهلها يا ام صفوان هلا اللي فهمته انه حرمتكم ام صفوان بدها مرت وضاح ترجع على بيت اهلها مشان تخدم امها واخواتها لانه ما هان عليها انه بنتها مرته العبدو تخدم مرت عمها واولاد عمها حسبي الله ونعم الوكيل هلا نحن من ناحيتنا ما في عنا مانع يعني اذا مرت كل يوم هي وحرمتي يخدموها لهالمسكينه يا ام عبدو يا سيدي كتر خيرك والله يجزيك الخير يعني اما شيت انه يعني مرت وضاح تعيش ببيت اهلها على طول وتترك بيت جوزها إيه لا والله هي الله ما قالها اي والله اي والله مشان هالقصه هي حصل خلاف بين عبده وبين مرته ودخل الشيطان بيناتهم وطلقها بساعه غضب الدين يسر يا جماعه والطلاق الاول شغلته محلوله المشكله يا شيخ نزير مو بفتوى الطلاق لكان بشو المشكله انه ابو صفوان وجماعته ما بدهم يرجعوا الحرمة لجوزها إلا إذا كان رجعت مرت وضاح لبيت أهلها وتفضلوا حلوها بقى لا يا أبو صفوان يعني بلا منقودية أنتوا على غلط إيه والله يعني ما معكم حق بنوب الله يا جماعة أنا من ناحيتي أحب ما على قلبي إنه بنتي ترجع أبو صفوان يا أبو صفوان لا تأخذوني والله يا جماعة هالقصة ما عم تخرط بمشطي يعني شو بدهم بحرمة وضاح الله يذكره بالخير حتى تترك بيت جوزها وتيجي تعيش بيت أهلها شو دخلهم فيها؟ لكن القصة قصة مجاكرة أم صفوان بدها مرت ابني تعيش هي وبنتها ببيت واحد مشان تنتقم منها يا لطيف اللطف يا رب مثل ما عم قلك شيخي يمكن أبو لطفي عنده خبر بهالقصة لا حول ولا قوة إلا بالله إيه نعم إيه نعم فيها شيء طيب ليش لك؟ تفوت بتقول له ينقلع من بيتنا بالمنيح احسن ما افوت انا بايدي انا واقلل من قيمته بس لك صفوان بطي صوتك انت نسيت انه هذا عقيد الحاره ما بدنا مش اكل لك ايه بلا عقيد بلا ضراب الصخر روح يعمل عقيد على اهله ويجي يعمل عقيد علينا اشحطه لبرا واجي قيمته لهالواطن وهذا الثاني نمر الخشاب بتقول له يتركنا نحل مشاكلنا نحن وزورنا لحالنا يعني بطي صوتك شو صار ما بدي وطي صوتي طول بالك عجيب طول بالك ابو صفوان ابن حمايه بعرفه لك ما له كلمه بهالبيت ما بيمون على حاله الكلمه كلها لمرته ولا صفوان ساح وشك بالرحمن ايه لا تفضحينا يا ام صفوان لا تفضحينا ابو صفوان يا ابو صفوان يلا جاي جاي عشانكم هي سمعوا سيدي دخيله ويسمعوا
لا تؤذوني يا جماعه، تاخرت عليكم وعم تتواخذوا بصفوان، بس ابعث لي هذا ابنك اللي عم يتبطوط بين الحريم لورا رح تربي لك اياه. ما في لزوم عقي، ما في لزوم، اذا بتريد خدمه تربي ما في حدا. تفضل تفضل سيدي، تفضل. يلا 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 تفضل يلا دستور. فوتوا لجوا صفوان يا ستر ابنك عسى ما صفك ما في ايدي. فوتوا يا جماعه تفضلوا. يلا صفوان صفوان مين قول له؟ ضايع فضاي قول يا جماعه قول له بعد وقت شوف راح وشك بيعضل والله مو وقت. تفضل. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اتركيني يا مو، بدي امشي على الله. اتركيني خليني اشهد هذا الشيء. يا مو عم بقول لك اتركيني. اه تجنني ولك كيفك برا ما تكتك ايه ما خليتي بيه؟ لك عم بقول لك الله يلعن عقلك على هالتربايا. شو حجي؟ شو صار معكم بصد وفيقة وعبدو؟ أبو وضاح تقلع من بيت أخوك قدام كل الرجال. يا باطي؟ مثل ما عم تسمعي. مين اللي قلعك؟ مرت أخوكي وابنها. مرتخي؟ وعدنا شو سوا؟ عدنا شو بدي ساوي؟ والله لا روح اقلع عينها من مطرحها، يلعن ابوها على ابو ابنها. لا لا يا مضاح لا تروحي. لا بدي روح. نسيت حالها هي مين وبنت مين؟ بيطلع لها والله، بيطلع لها تقلع كبير الحاره ومختارها. خلص قلت لك لا تروحي وتركي لها ابنها بقى. كرمال النبي خليني روح. والله اشكال ما رحت اليوم ما بنام الليله. خلص لا تروحي لا تروحي. شرف سيد راسي، هاي دقيت لك نسخة عن مفتاح باب بيتي. قديش كلف؟ أمنت بالله على القصة. لك إيش بدك بهالشغلة أنت؟ قديش كلف؟ خلاص لا باباتي لازم أعرف، الدنيا فيها موت وحياة. أنت قديش أعطيتني؟ أبو المية. أبو المية؟ منيح اللي ذكرتني سيد راسي، منيح اللي ذكرتني، لأنه المفتاح كلف 3 مراغيت وأنت أعطيتني أبو المية، وابو المية بيطلعوا برغوتين، يعني بيطلع لي معك برغوت تاني. اخ يا ببو عيني. على كل حال مو مشكلة، لعطيك بدل برغوت برغوتين، بس مو هلا. امتى يا كان؟ بس لحتى روح على الضيعة جيب التينات اليابسين وبيعون. انت مالك متعوق؟ لك شو تعوق؟ عم لك فتلة صغيرة هيك على الضيعة قبل ما تيجي الشتوية بس. لك الله ييسر لك ويرزقك ويعمي عنك، وبس ترجع بتلاقي البرغوتين جاهزين. السلام عليكم. وين دقيقة دقيقة، اعطيني مفتاح الأوضة بدي نام فوق. شو ها؟ تنام فوق؟ ليشك تنام فوق سيد راسي؟ نام بالليوان. لك الليوان برد. لك شو برد؟ مسقوف الليوان شعر. شو؟ لك هلا ارتاح شوية قبل ما اروح اتسبى. أهلين عم تفوتي. بالأهل تقوي. شلونكم؟ الحمد لله ماشي الحال. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك عمتي؟ أهلين عمتي. شو أهلين أهلين أختي. كيفك؟ شلونك عليا؟ أهلين عمتي. شرفي عمتي شرفي. يا أهلين. شلونكم؟ الحمد لله. إنه عجبك على اللي عملته حماتك مبارح؟ عمتي الله يوفقك الله يوفقك، تركوني بحالي اللي فيني مكفيني. اي بعت لحم تحم قلبها ان شاء الله. طيب ليها بقتله الهي. اي والله والله مبارح كان جاي على بالي روح اقطعها بسناني، بس ابو وضح ما خلاني الله يسامحه. اي والله بتستاهل. لك عمتي والله جاي على بالي جوزك. تتجوز بجوزك احلى صبيه بالشعر. اعوذ بالله. شو تجوز مع تجوز؟ تحرم علي النسوان من بعد وفيقه. اصلا وفيقه ما لها ذنب بكل شيء صار، كله من تحت راس امها. عمتي أنا عندي حل لك. عم فكر آخذ أمك وأخواتك لعندي، وبتعيش أنت ومرتك هون لحالكم، وبنخلص من هالعيبة. شو قلت؟ ما كنا نبيح الله يرضى عليك. قوم عليك يلي أمورة معترة، عنا ضامة مغبرة، هي للرواء وللكركرة. مرحبا محمد. أهلين أبو حميد. شو صار بالصرماية تبعي؟ أنا صرماية؟ لك الصرماية اللي وعدت تعطيني إياها.
ايه تذكرت. خلص تكرم ابو حميد، بكره بس روح على المشغل بجيب لك سرمايه بترفع الراس. حسن ملابسك باباتي، حسن ملابسك، شوي بترفع الراس. لا ابو محمد ما لك عافيه يا اخي، شو السرمايه بترفع الراس؟ والله مو قصدي، انا قصدي جيب له سرمايه مرتبه. اه قول له بجيب لك سرمايه هيك على قدك. ما شاء الله عنك وعنا شفايف، لا اذكياء كثير. من بعدك حلوني من بعدك. ما قلت لي ابو حميد قديش بدك فيها؟ هي انا بشتريها منها. شو هي؟ السرمايه بده يهديك اياها ابو محمد. ايه ما بتفرق، بالزايد نقله بالناقص نقله، مو مشكله بيني وبينك. شو باكل؟ ليش عم تضحكوا؟ سلامتك حبيبي. انا ابو حميد يلي بياكل من اضافته من الجرب والانتنه بيطير. شو؟ امك واخواتك يروح يعيشوا بيت خشاب؟ لك شو جنيت انت؟ ما بعرف. لك يا عبدو، ما بدي حدا يجي معدكم بالعاطل انا. من شان الله صفوان، من شان الله لا يزيد على قلبي. لك يا حبيبي، ما بدنا الناس تتلسن وتحكي اشكال والوان. لك والله احترنا يا صفوان، احترت بامري انا. عبدو لا تحتار ولا من يحزنون. حميل حالك، روح خذ امك واخواتك على بيت خشاب ورجع لهون، خذ مرتك وابنك. عمي لما العالم بدها تحكي راح بتحكي عليك انت، ما راح تحكي علينا الا. انا كل حكايه انا بدي مصلحتك. وبمعيتك اب محجوب، من اليوم ورايح لا تبعت لي حدا لهون على البيت مشان هاي القصه. بقالوا عم على الباب. ها انا ما بعت حدا، هن اجوا لحالهم. لانه اب محجوب خلي قصصنا بيناتنا بمعيتك، ما بدنا الناس من برا تشم ريحه. صفوانو بمعيتك نادي لي وفيها شوي. شو بدك وفيها؟ وفيها هلا اجنبيه عليك ما فيها تنكشف. لك يا اخي فهمنا اجنبيه، بنعرف اجنبيه، بدي اسالها وين حاطط طلي ثيابي الجداد. يلا نايم اسالك اياها، مش بدك محجوب تشوفه. مرحى هالبطاطا، اسود بيض العجل للباذنجان. قرب يا ابي قرب، خيار بلدي. يا لا لا تمانا ما لا لا تمانا. السلام عليكم. وعليكم السلام، امور عمي؟ للبيع هل يعطيني يا ابي؟ يا ابي حد الله عسلامتك يا ابي، حد الله عسلامتك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ابو فخري، ابو محمد، رجع ياسين. هذا الولد بدون تربية وانا بدي ربيه. اكيد ايمو من بلد اللي ما تربى بصغره ما بتربى على كبر. الله يسامحك يا ابو صفوان على هالتربية. يا جماعة أبو صفوان الله يعينه، لك هذا لا بيحل ولا بيربو. عم يا بضح خير خالي؟ شو في؟ ياسين رجع. أنا ياسين؟ ياسين ابن أبو ياسين الخضري. شو الحكي؟ إيه والله هلا بعيوني شفته. عرفت بي بلاد كان؟ إيه قال كان بالدردنين. بالدردنين؟ يمكن وضح بهذيك البلاد، امشكو نسلم عليه، يمكن يكون جايب لنا أخبار عن وضح. اختار المسا هو بيجي لعنا، هلا بيكون عم يسلم على اهله، بعدين الواجب هو يجي له. هلا بلا واجب بلا بطيخ، خلينا نروح. طول بالك يا مختار، والله العقيد ابو فهد كلامه مزبوط. هلا الدنيا هنيك معجوقه والناس قايمه قاعده عندهم بالبيت، انا يعني شايف روحتك والله مو مناسبه. لا اله الا الله،